بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وبناتي، طلبة وطالبات الصف السادس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في درس جديد من الدروس المصورة للتعلم عن بعد في مادة اللغة العربية. ودرسنا اليوم أبنائي بعنوان أبو الرحالة الجزء الثاني. أبنائي، هيا بنا لنستكمل درسنا، ولكن دعونا نبدأ بتذكر ما تعلمناه في الحصة السابقة. تعلمنا تحديد الفكرة العامة لهذا النص من خلال القراءة الصامتة، وكانت سرد سيرة الرحالة المسلم الشهير بابن بطوطة وأهم رحلاته وأعماله. كذلك تعلمنا قراءة النص قراءة جهرية سليمة، مع التأكيد على نطق التاء المربوطة عند الوقف وعند الوصل. أيضا تعلمنا استنتاج الأفكار الرئيسة في الفقرتين الأولى والثانية من النص، وكذلك تحديد بعض معاني الكلمات الجديدة من خلال السياق. ونذهب معا لمعرفة أهداف التعلم. يتوقع من الطالب في نهاية هذا الدرس أن يقرأ الفقرات المحددة قراءة سليمة ومعبرة عن المعنى، يميز معاني بعض الكلمات من خلال المشترك اللفظي تمييزا سليما، يستنتج المعاني المقصودة في النص مستشهدا بالكلمات والعبارات الموحية، كذلك يستنتج الأفكار الرئيسة للفقرات المحددة استنتاجا صحيحا. هيا بنا أبنائي نحقق هذه الأهداف. والآن أبنائي أقرأ على مسامعكم الفقرة الثالثة من الدرس والمعروضة أمامكم. أرجو أن تتابعوا معي القراءة من خلال الإصغاء الجيد والمتابعة البصرية لما أقرأه جيدا. ويفضل أعزائي الطلبة أن تفتحوا معي مصدر التعلم على هذه الصفحة وتتابعوا معي القراءة. نبدأ. بدأ رحلاته بالحج إلى بيت الله الحرام عام 725 هجرية، فاتجه إلى صعيد مصر ثم إلى البحر الأحمر حتى وصل إلى بلاد الشام وفلسطين، ومنها إلى مكة، ومن مكة سافر إلى معظم الحواضر المعروفة آنذاك حتى وصل إلى الهند، وقضى فيها 8 سنوات، حيث تولى القضاء بين الناس في دلهي مدة 2 عام، ثم رحل إلى الصين، ثم رجع إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج، وبعدها استكمل رحلاته في طول الأرض وعرضها حتى وصل إلى غرناطة في بلاد الأندلس. وقدر العلماء المسافة التي قطعها ابن بطوطة في رحلاته بما يزيد على 120,000 كيلومتر، ماشيا على قدميه أو مستخدما الدواب والسفن في رحلاته بين البر والبحر، ولم يعبأ بما كان يلاقيه من أخطار في رحلاته. لا شك أعزائي الطلبة أنكم لاحظتم من خلال القراءة القدوة أهمية النطق الصحيح للحروف من مخارجها الصحيحة. مثال ذلك التاء والطاء في الكلمات فاتجه، تولى، والطاء في قطعها، قطعها، تولى، قطعها، وكذلك الطاء في أخطار، أخطار، وكذلك التفرقة بين حرفي الضاد والدال في النطق، ومثاله كلمات قضاء، قضاء،
أداء، أداء، قضاء، أداء. ونعود أعزائي الطلبة إلى الفقرة التي قرأناها مرة أخرى لنتعرف على أهم ما جاء فيها من معاني المفردات الجديدة وكذلك الفكرة الرئيسة. هيا بنا. بما بدأ ابن بطوطة رحلاته؟ بدأها بالحج كما جاء في أول الفقرة. متى؟ في العام 725 هجرية. من أين بدأ؟ بدأ من صعيد مصر. وكم قضى ومكث في الهند؟ مكث وقضى في الهند 8 سنوات. وبكم يقدر العلماء المسافة التي قطعها ابن بطوطة؟ كما جاء في الفقرة، يقدر العلماء هذه المسافة بما يزيد على 120,000 من الكيلومترات. وكيف كان يتنقل ابن بطوطة في هذه الأسفار الطويلة؟ كان يتنقل ماشيا على قدميه أو مستخدما الدواب والسفن. أحسنتم. والآن نناقش بعض المفردات الجديدة لنتعرف معانيها لتساعدنا على فهم النص. مثلا كلمة الحواضر، الحواضر جمع ومفرده حاضرة، والحواضر هي المدن والبلاد. سافر إلى معظم الحواضر أي إلى معظم المدن والبلاد المعروفة آنذاك أي في ذلك الوقت. وصل إلى الهند وقضى فيها 8 سنوات. قضى، ما معنى قضى في الهند 8 سنوات؟ قضى هنا بمعنى عاش وأقام ومكث. ثم رحل إلى الصين ثم رجع إلى مكة وهكذا. وقدر العلماء المسافة التي قطعها ابن بطوطة. ما معنى قطعها هنا؟ قطعها هنا بمعنى مشاها وعبرها، مشاها وعبرها، قطع المسافة أي مشاها وعبرها. ولم يعبأ بما كان يلاقيه من أخطار في رحلاته. كان يستخدم الدواب والسفن. الدواب جمع والمفرد دابة، وهي كل ما يدب على الأرض، ولكن هنا بمعنى الإبل والخيول. ولم يعبأ بما كان يلاقيه من أخطار. ما معنى لم يعبأ؟ لم يعبأ بما كان يلاقيه من أخطار. لم يعبأ هنا بمعنى لم يهتم. الفكرة الرئيسة لهذه الفقرة الثالثة في الموضوع أهم الرحلات والأسفار التي قام بها ابن بطوطة في حياته. نتابع الفقرة الرابعة. ترك لنا ابن بطوطة كتابه القيم تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار، ودون فيه كل ما شاهده في رحلاته الطويلة، وتميز وصفه بالدقة والطرافة، وترجم هذا الكتاب إلى العديد من اللغات الأجنبية كالإنجليزية والفرنسية. وأشاد الأوروبيون برحلة ابن بطوطة، حتى إن العالم الألماني بيشل أطلق عليه أبو الرحالة. وقد استفاد علم الجغرافيا من وصف ابن بطوطة لكثير من الأماكن الإفريقية والآسيوية التي كانت مجهولة في ذلك العصر. أبنائي، هذا هو اسم الكتاب الذي تركه لنا ابن بطوطة، تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار. دون فيه، وقلنا دون أي سجل وكتب، سجل فيه كل ما شاهده في رحلاته الطويلة. الآن ما معنى كتابه القيم؟ ترك لنا كتابه القيم. القيم هنا بمعنى
الكتاب الهام والثمين، أيضا الأمصار. ما معنى الأمصار؟ الأمصار جمع والمفرد مصر، والأمصار هي المدن كما هو موجود في حاشية الصفحة. أيضا تميز وصفه بالدقة والطرافة. ما معنى الطرافة؟ الشيء الطريف. الطرافة معناها حلاوة الحديث ولطافته، ومنه الشيء الطريف أي اللطيف. وأشاد الأوروبيون برحلة ابن بطوطة. أشاد، ما معنى أشاد؟ الإشادة هي المدح والثناء، فأشاد هنا بمعنى مدح وأثنى الأوروبيون على رحلة ابن بطوطة ومدحوها. والآن الفكرة الرئيسة لهذه الفقرة: مكانة ابن بطوطة العلمية وأهمية كتابه القيم بالنسبة لعلم الجغرافيا. والآن جاء دور حل التدريبات. افتحوا أبناء الصفحة المبينة أمامكم في مصدر التعلم وأوقفوا العرض، وقوموا بحل الفقرتين جيم ودال من السؤال الأول الخاص باختيار المرادف المناسب، والمرادف هو المعنى. ثم تعودون بعد ذلك أبنائي لتقارنوا إجاباتكم بالإجابة الصحيحة. تفضلوا. نجيب الآن. قارنوا إجاباتكم وصححوا إذا لزم الأمر. نستكمل حل التدريبات في مصدر التعلم. السؤال: اختر الإجابة الصحيحة من بين البدائل. الفقرة باء وجيم. أجيبوا بأنفسكم. والآن قارنوا إجاباتكم بالإجابة الصحيحة. السؤال الثاني: هنا أعزائي الطلبة ننتبه إلى هذه المهارة الهامة، وهي تمييز معاني بعض الكلمات من خلال ما يسمى بالمشترك اللفظي، وهو أن تكون الكلمة نفسها في جملتين ولكن بمعنيين مختلفين. مثال ذلك كما هو أمامكم: ألف وصل إلى الهند وقضى فيها 8 سنوات. ما معنى قضى هنا؟ قضى هنا بمعنى عاش ومكث وأقام. قضى فيها 8 سنوات أي عاش وأقام فيها 8 سنوات. أما في الجملة الثانية: قضى ابن بطوطة بين الناس في الهند بالعدل حيث كان يعمل قاضيا، فقضى في الجملة الثانية بمعنى مختلف وهو حكم. حكم. ونأتي إلى سؤال آخر يعالج مهارة الفهم وإبداء الرأي. حينما يكون السؤال برأيك أو ما رأيك، ما الذي يفهم من العبارتين الآتيتين؟ حينها نقرأ السؤال جيدا ونقرأ العبارة ونحاول أن نفهم ما توحي به هذه العبارة. ألف: قدر العلماء المسافة التي قطعها ابن بطوطة في رحلاته بما يزيد على 120,000 من الكيلومترات. الآن ماذا تفهم أنت من هذه العبارة؟ توحي بطول المسافة التي قطعها ابن بطوطة في أسفاره ورحلاته، كانت الإجابة صحيحة. ولو قلت أيضا إنك تفهم من هذه العبارة مدى الصبر والمثابرة التي تحلى بها ابن بطوطة
حتى يقطع كل هذه المسافة أيضا تكون الإجابة صحيحة، وهكذا. ب: ما دخلت قط مدينة من مدنهم ثم عدت إليها إلا ورأيت صورتي وصورة أصحابي منقوشة في الحيطان والكواغد موضوعة في الأسواق. يتحدث عن الصين وأهل الصين. لو قلت إنك فهمت من هذه العبارة أنها توحي بمهارة أهل الصين ودقتهم في النقش والرسم والتصوير، كانت الإجابة صحيحة. أبناء الطلبة والطالبات، أعود وأذكركم بما تعلمناه في هذا الدرس. تعلمنا قراءة النص قراءة جهرية سليمة، أيضا تمييز معاني بعض الكلمات من خلال المشترك اللفظي، كذلك استنتاج الأفكار الرئيسة للفقرات المحددة الثالثة والرابعة من النص، أيضا استنتاج المعاني المقصودة في النص مستشهدا بالكلمات والعبارات الموحية. أخيرا أجبنا عن بعض أسئلة النص في الكتاب المدرسي. أبنائي وبناتي، وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الجزء الثاني من الدرس. أعود وألتقيكم بإذن الله تعالى في الجزء الثالث. دمتم في خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.